في 21 من سبتمبر 2016 يخبرنا عداد الزمن أن عامين سيئين مرا منذ الانقلاب، إلا أن الشواهد على الأرض تقول أن ما دفعه اليمنيون ثمنا لتلك المقامرة أكثر بكثير من مجرد عامين ماضيين. فالدمار الذي سببه الانقلاب لم يحول حاضر اليمني لكابوس تعيس فحسب، بل تجاوز ذلك لينال من مستقبل اليمن المتمثل في الأطفال. عامان تجرع خلالهما اليمنيون كل مر، وكان للأطفال النصيب الأكبر فيهما، فمؤخرا لم تعد القذائف والصواريخ وحدها من يسلب الأطفال حياتهم، بل باتوا يموتون بطريقة أكثر بطئا ووجعا. المجاعة تحولت من مجرد شبح يهدد مستقبل الأطفال لواقع يسلب الأطفال حياتهم كقاتل متجول يفتك بهم دون ما رادع. فبحسب آخر الإحصاءات الصادرة عن منظمة اليونيسف، فإن نحو 1.5 مليون طفل تحت سن 5 يعانون من سوء التغذية، و370 ألف منهم على الأقل يعانون من سوء التغذية الحاد. وإلى جانب 1.5 مليون المهددون بالموت، هناك بحسب الإحصاءات نحو 1000 طفل لقوا حتفهم إما بالقصف أو الألغام أو بسبب عودة الأمراض وتفشي الأوبئة وتوقف المنظومة الصحية، فضلاً عن إصابة 500 آخرين. أعوام عديدة تصدرت اليمن النقاشات الإقليمية والدولية في قضايا الإساءة للأطفال، حتى جاء الانقلاب الذي فاقم الوضع وزاده سوءاً. فلم يعد من الممكن الحديث عن حق الأطفال في حياة أفضل في وقت سلب منهم حق الحياة أصلاً، كما لم يعد يجري الحديث عن سوء العملية التعليمية ونسبة التسرب منها، فالطلاب أحيلوا لمجندين وتحولت المدارس لثكنات عسكرية. ووفقاً لآخر الإحصائيات، فإن أكثر من 1.8 مليون طفل حرموا من التعليم، وأغلقت 3600 مدرسة في الوقت الذي تصاعدت فيه حالات التجنيد، وبلغت عدد الحالات التي تم تسجيلها مطلع ديسمبر 724 حالة. عامان من سلطة الميليشيا خبر فيها الأطفال الحرب بكل تفاصيلها المؤلمة، وبقي دوي المدافع يسكنهم ويروع قلوبهم، فبهتت ملامح الطفولة فيهم، وتحولت الحياة بالنسبة لهم لأمنية صعب عليهم نيلها.